علينا الاعتزاز بلغتنا العربية الفصحى والتحدث بها في كل التعاملات اليومية والدراسات المختلفة. مرحبا، أنا اسمي عمر وأنا أحب اللغة العربية لأن أنا عربي. اللغة العربية جميلة جدا وأحرفها مميزة. مرحبا، أنا كريستين من صف الثاني وحرف المفضل هو الكاف. أحب حرف الكاف لأنه أول حرف في اسمي، وأحب أشكاله في الكتابة هكذا في أول الكلمة، هكذا في وسط الكلمة، هكذا في آخر الكلمة. السلام عليكم. حرفي هو المفضل هو الألف، هو بيبدأ في اسمي أول حرف وسهل نكتبه. أنا كريم، أحب اللغة العربية لأنها لغة حلوة جدا وأستعملها على التحدث مع الناس، واللغة العربية هي عربية وأنا عربية وأنا عربي، فأحب اللغة العربية كثيرا. أنا لالا، اخترت حرف المفضل لي وهو اللام لأنه هو بيبدأ باسمي واسم أخواتي. أهلا، أنا اسمي آدم، أحب اللغة العربية لأنها لغتنا الأم، وحرفي المفضل هو الألف لأنه حرف الأول في اسمي. المفضلة هي اللغة العربية، هي لغة الضاد لأنها تحتوي على حرف الضاد، والحرف المفضل لي هو الحاء لأنه يحتوي باسمي حمزة. أحبكم جميعا، باي. حرفي المفضل هو الزين لأن اسمي يبدأ بحرف الزين وأنا أحب لغتي العربية. اسمي جوان جبل وحرفي المفضل الهجائي حرف الجيم، هو أول حرف من اسمي واسم عائلتي. صباح الخير، أنا اسمي قيس، أنا كلمي المفضل هو القاف وإنه يبدأ باسمي، وبحب كيف المد الطويل تبع القاف. أحب اللغة العربية لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية وهي لغتي الأم، ولأنها تحتوي على مفردات كثيرة وتعتبر رابع أصعب لغة في العالم، أتمنى أن أقرأ أن أتعلمها جيدا وأقرأ كثيرا من كتبها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي.